السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة تاع أم خولة، وكنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. غادي نقترح عليكم غريبة ديال اللوز. غادي نحتاج في مقادير الزبدة، جوج بيضات، طحين مغربل، خميرة فاني، خميرة الحلوى، زلافة زيت، زلافة سنيدة، اللوز مهرمش، والتزيين ديال الكاوكا وصفار بيضة. بسم الله على بركة الله. خدمو الزبدة، زيدو سنيدة، زيت، البيض، اللوز، فاني، الطحين، خميرة تاع الحلوى، بعد ما جمعت العجنة غادي نشكلها. غادي نشكلها كويرات،
بعد ما شكلنا الغريبه غادي ندهنها بصفار البيض مع شويه نسكافي شويه الحليب. زينه واحد الكاوكاو غادي ندخلو على الفران. بعد ما شكلنا الغريبة غادي ندخلوها للفران على درجة حرارة 180، كنديروها من الفوق حتى كتشق عاد كنهبطوها.